يوم العالمي لشجرة أرغان. شجرة أرغان اللي طبعا هي كموروث طبيعي مميز كتميز به بلادنا. وشجرة أرغان هاد الشجرة السحرية، هاد الشجرة الرائعة اللي ما كيناش في كل أنحاء العالم، يعني بلدان تعد على رؤوس الأصابع اللي اليوم معروفة وتسخر بهاد الشجرة ديال زيت أرغان. فاليوم إن شاء الله بهذه المناسبة كنوجه تحية خاصة لكل التعاونيات الفلاحية في كل المناطق ديال المغرب، وبالخصوص في جنوب المغرب التعاونيات اللي اليوم كتخدم هاد النبتة هادي، هاد البذور هادي ديال شجرة أرغان، واللي كتستخلص منها زيت أرغان، واللي كتستخلص منها الكثير من المنتجات الفلاحية اللي معروفة بلي برودوي دو تيروار أو المنتجات المحلية، اللي هي فعلا واحد الغنى، واحد الكنز حقيقي خصنا نشبتو به. تحية أيضا لكل من كيحرص اليوم من خلال المسؤولين، من خلال القطاعات الحكومية والمبادرات الخاصة على الحفاظ على هذا الموروث، على الإشعاع ديال هذا الزيت في كل أنحاء العالم. فموضوعنا اليوم غادي إن شاء الله من خلاله نعملوا واحد تحية ديال تقدير وديال تشجيع لكل من كيساهم في الحفاظ على هذا الموروث، ولكن أيضا بغينا نقربوا منكم المنافع ديال زيت أرغان، سواء اللي كنستعملوا في مجال التجميل أو اللي كتدخل في مجال التغذية. موضوع اللي غنتكلموا عليه رفقة الدكتور ديالنا عماد ميزاب، دكتور الصيدلة والمختص في العلاج وفي التداوي بالأعشاب. أهلا بك دكتور عماد. صباح النور اختي سناء، وتحية طيبة لك وجميع الأخوات اللي كنورونا، وتحيات تقدير واحترام لكل التعاونيات اللي كتشتغل في هذا الميدان، التعاونيات المغربية ككل، ولكن خاصة في الميدان ديال إنتاج والاستغلال ديال هاد البذور ديال الأرغان، لواحد المجال ماشي سهل، واحد المجال اللي كيتطلب واحد المجهودات كبيره، وخاصه التعاونيات النسويه اللي قدرت انها تمشي بهذا المنتوج هذا ووصلته للعالميه، الايادي ديال المراه المغربيه اللي قدرت ان هذا المنتوج هذا تزيد من الجوده ديالو وتزيد انها تطور هذا المنتوج هذا الطبيعي او هذا الموروث الطبيعي المغربي، وتوصلوا لواحد العالميه ولواحد المستوى اللي هو كبير. حنا كنعرفوا دكتور عماد على انه شجره أرغان ما كايناش في كاع البلدان، يعني بلدان اللي معدوده على رؤوس الاصابع اللي فيها طبيعيا هذه الشجره ديال أرغان. كاين المغرب، شنو هي البلدان الاخرى؟ فكاين الجزائر، يعني الجزائر اللي هي الجاره ديالنا، كاين كذلك بلدان ديال امريكا اللاتينيه، ولكن كيبقى المغرب هو يعني المصدر الرئيسي او المصدر اللي كيكون عنده واحد الميزه خاصه ديال هذا المنتوج هذا، اللي كنلاحظوا ان 71% من الغطاء النباتي ديال المنطقه ديال سوس او ما يسمى بالاطلس الصغير فيه هذا المنتوج هذا. اذا حتى المكونات اللي كتكون في هذا الأرغان المغربي كتكون مركزه كثيره. نعم. حتى الجوده ديال هاد البذور هذه ديال الأرغان المغربي كتكون فيها مواد اكثر واكثر مركزه، اللي غادي نشوفوا مع بعضياتنا. نعم. وكيبقى هو رقم واحد عالميا. اللي بغيت ايضا نذكر به انه في مبادره من المغرب اعلنت الجمعيه العامه للامم المتحده في مارس 2021 على انها وبالاجماع يعني الاعضاء ديالها على أنها كتخصص وكتحدد يوم عشرة مي من كل سنة اليوم العالمي لشجرة الأرغان. وطبعا بهذه المناسبة هناك مجموعة من المبادرات ومن الأنشطة. نعم. اللي كيتم تنظيمها في المغرب وبالخصوص في المنطقة ديال سوس وديال جنوب المغرب اللي معروفة طبعا بهذه الشجرة السحرية. اليوم بغينا انتم الا كتشتغلوا في هذا المجال تواصلوا معنا. كنذكر طبعا برقم الاستوديو المباشر 0522 77 24 24. اليوم ايضا غادي يشاركوا معنا الناس اللي كيشتغلوا في تعاونيات ونساء، كنعرفوا النساء المغربيات المكافحات المكيدات الايادي السحريه ديال المراه المغربيه، اللي كنعرفوا الطريقه التقليديه. نعم. كتخاد البذره
داك البذور داك الثمار ديال شجرة الأرقان وكيفاش أنها كتصدق بالطريقة التقليدية، واش مازال محافظين على هذه الطريقة هذه دكتور عماد؟ فبالفعل لأن الطريقة هذه هي واحد الطريقة اللي كتكون أحسن طريقة وأجود طريقة، وكتلقى تبارك الله حتى داك لونشينمون يعني داك التسلسل ديال كيفاش كيحيدوا أو كيهرسوا داك الزنين أو كيهرسوا ديك الحبة باش كيجبدوا البذور، كتلقاها متناسقة وما معطياش لكل شيء، فكتكون واحد الموروث، فهو موروث شعبي اللي عند هذه المنطقة هذه، واحد الموروث اللي خصنا نحافظوا عليه واللي خصهم يحافظوا عليه كذلك الأجيال والأجيال ديال هذه المناطق هذه اللي كيكون فيها الأرقان، وخصنا نعرفوا بأن 100 كيلو ديال الأرقان اللي كيتصايب وكيتقاد يلاه كيعطينا يطرو حتى الإطرونس، فباش كنشوفوا هنا هذا المجهود هذا كيفاش كيكون. نعم. والعمليه ديال استخراج الزيت بالطريقه التقليديه كتقدر توصل حتى ل 20 ساعه، اذا هنا كنشوفوا تبارك الله كيفاش هاد النساء هادو كيفاش هاد الايادي الذهبيه والايادي السحريه كيفاش كيخرجوا هذا المنتوج هذا، ولكن هذا الشيء اللي ما كيعرفش العديد من 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 يعني من الاخوات ومن الناس بان راه هو موروث اللي كيرجع للقرن الثامن الميلادي، فالقرن الثامن الميلادي كان فانذاك في ذاك الوقت أرقان كيتصدر وكان يسمى بالذهب المغربي. نعم. في هذاك الوقت، ولكن حتى السبعينات عاد ولات الانتشار ديال الاستعمال ديال زيت أرقان والمكونات ديال زيت أرقان، والحمد لله كما وصلنا وشفنا انه وصل العالميه وما كانش اللي ما كيهضرش على الشجره الذهبيه، واصلا الاسم اللاتيني ديال أرقان اللي هو أرقانيا سبينوزا اللي كيقول الشجره الحديديه. شنو هي الشجره الحديديه؟ هي واحد الشجره اللي كتصمد لجميع المؤثرات او جميع يعني العوامل اللي كتكون خارجيه، وهذا الدليل على وجود مواد مهمه في هذه النبته اللي غادي نتقاسموها مع بعضياتنا. بهذه المناسبه ايضا ديال اليوم العالمي لشجره أرقان، بغيت نخبر الناس، ان شاء الله احنا دابا في شهر مي. نعم. يعني داخلين على العطله الصيفيه، بغيت نخبر كل المغاربه العشاق ديال السياحه الوطنيه على انه شركه تهيئه وانعاش المحطه السياحيه ديال تغازوت كيفتحوا وكيخلقوا واحد الفضاء جميل بزاف اللي غادي يكون هو متحف ديال شجرة أرقان، واللي هذا المركز غادي يساهم في تثمين التراث الثقافي اللي عنده صلة بالأرقان، وكيتمن أيضا سلسلة إنتاج زيت أرقان والمشتقات ديالها، وكيحسن أيضا من الظروف الاقتصادية للمرأة بالمنطقة، وكيعزز طبعا تموقع المحطة السياحية في مجال التنمية الاجتماعية. فبحثوا بداية من اليوم على المتحف ديال شجرة أرقان، سميتو أرقان كتكتب بالفرنسية أرقان. فهاد المتحف لكل الناس اللي غادي إن شاء الله يمشيو لسوس، الناس اللي المنطقة أو السياح المحليون، ضروري تزوروا إن شاء الله هاد المتحف باش ندعموا كل هاد المبادرات اللي كتساعد واللي كتساهم في الترسيخ والحفاظ على هاد الموروث الرائع. دكتور عماد، كنذكر برقمنا مفتوح لكم 0522 77 24 24 باش نتكلموا على منافع، علاش زيت أرقان اليوم هي من أغلى الزيوت في العالم والزيت اللي كلها منافع، شنو الخصوصية ديالها؟ نعم بالفعل، فالزيت أرقان اللي هي واحد الزيت اللي هي سحرية، فأنا شخصيا واحد المرة كنا في يعني لما كنا كندرسوا يعني بروسيا، ودائما كانوا كيهضروا على واحد الزيت الذهبي، زيت الشجرة الذهبية. هذه سنين، هذه راك انت درستي الصيدلة بروسيا، هذه شحال من عام؟ 2000 2001 2002. فلما كتمشي لهاد الصالونات اللي كانت كتستعمل هاد زيت الشجره الذهبيه، فاحنا كنا كنظنوا انها شي شجره اللي كتجي من اسيا او شي شجره صينيه او يابانيه، فاذا بيا فاش كنقرا كنلقى في المكونات أرقان أويل، فهنا كنعرفوا كيفاش وصلت لهاد العالمية باش توصل لواحد البلد اللي هو بعيد بزاف علينا، واحد البلد اللي كنقولوا حنايا في واحد الجزء كبير من أوروبا، فهذا الدليل ديال القوة والدليل ديال الجودة ديال هاد الزيت والمنافع ديالها. شنو عندنا في هاد الزيت ديال أرقان؟ عندنا بزاف ديال المكونات اللي مهمة جدا، هي بعدا فيها 80% ديال الأحماض الدهنية الغير مشبعة، أحماض دهنية غير مشبعة اللي عندها واحد الدور كبير، الأهم ديالها عندنا حمض استياغيك، فهذا الحمض هذا شنو هو الدور ديالو؟ كيعاوننا في ترميم الخلايا وكيعاوننا في البناء ديال الجسم، اذا الجسم داك الترميم والبناء ديال الجسم كيساعد فيه هاد لاسيد استياغيك، وهاد لاسيد هذا كيمكن اننا يدخل في التغذيه ديال الاطفال، لان الاطفال اللي كيبغيو النمو فمن الاحسن اننا ندخلوا لهم زيت أرقان في التغذيه ديالهم، مهمه جدا النمو ديال الاطفال. عندنا واحد الحمض اخر اللي هو ما يسمى بالحمض لينوليك، هذا الحمض هذا فهو مهم جدا
التكاثر الخلايا بطريقة منتظمة. إلا هضرنا على تكاثر الخلايا بطريقة منتظمة، هنا كنهضروا على محاربة السرطان، وكيعطينا واحد الوقاية هامة ضد يعني السرطان وضد المؤثرات الجانبية. 20% من المكونات اللي كتبقى حتى هي مكونة مهمة جدا، فكنلقاو فيها أن فيها لي بوليفينول وفيها لي توكوفيرول عفوا، فهادو شنو كتعتبر؟ كتعتبر كمضادات أكسدة قوية. إلا هضرنا على مضادات أكسدة قوية، كنتهناو من الشوائب اللي كتكون عندنا في الداس ديالنا، كنتهناو من السموم اللي كتكون عندنا في الداس ديالنا، كنتهناو من الفضلات الخارجية والمؤثرات الخارجية اللي ممكن تأثر لينا سلبا على الصحة ديالنا وعلى الجسم ديالنا. كنمشيو لمكونات أخرى اللي مهمة جدا، اللي هي الفيتامين أ، الفيتامين أو، الفيتامين إف. فهادو شنو كيديروا؟ هادو كيعطيونا واحد النضارة للبشرة، كيعطيونا واحد التقوية للشعر. وهنا كنشوفوا السكان ديال المناطق اللي كتكون فيها أرقان كيفاش كتكون البشرة ديالهم فيها واحد النضارة، كيفاش الشعر ديالهم كيكون واحد الشعر طويل حريري، لأن الكثير منهم إذا قليل فين كتلقى الناس ديال هاد المنطقة اللي كتكون كتستهلك هاد المواد كيكون عندهم داك الشعر اللي كيكون شوية جاف وما فيش ديك النعومة ديالو. وزيت أرقان فيها الاستيغول، هاد الاستيغول هما عبارة على واحد المكونات مضادة للالتهاب طبيعيا. إذا الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من بعض الالتهابات، الناس اللي كيكونوا كيعانيوا من بعض الآلام، بحال دابا الناس اللي عندهم آلام المفاصل، الناس اللي عندهم مثلا البرودة، فكنصحهم أنهم يدخلوا زيت أرقان في التغذية ديالهم. أرقان كذلك فيه مكونات اللي كتأثر على الأنسولين وكتخليها كتفرز بطريقة منتظمة، فالناس اللي كيكونوا كيعانيوا من داء السكري مهم جدا يدخلوا زيت أرقان في التغذية ديالهم. الناس اللي يعني ومن نعم داء السكري الديابيتيك. نعم، فهي هذه اول مره كنسمعها، هذه مهمه جدا. فمثلا الطاجين ديالهم الا كانوا طيبوه ولا اي تغذيه، يخليوها هذيك معلقه كبيره ديال زيت ارغان يخليوها هي الاخرى كيديروها من الفوق وكيستافدوا من المنافع ديالها. شنو كدير زيت ارغان؟ كتعادل النسبه، يعني كتحسن الجوده ديال افراز الانسولين وكتخلي السكر انه كيتعادل. معلومات اليوم على راديو اصوات. نعم. الناس اللي كيعانيوا من داء السكري وما اكثرهم طبعا في المغرب. نعم. استعمال او ادخال زيت ارغان اللي التغذية ديالكم، ولكن ما تطيبش يعني حتى الاخر، وعادي الا مثلا الانسان ممكن ياكلها ايضا في الشلاضة ديالو مزيانه، ماشي مشكل، ماشي مشكل. يعني ديك المعلقه كبيره ديال الارغان الا توفرات فمهمه جدا للتغذية. والمعلومه الثانيه المهمه اللي ما كيعرفهاش العديد من الناس، ان شنو فيها؟ فيها ديزالكول تري تيربينيك، ياك فيها ما يسمى بمكونات مضاده للفطريات. اذا زيت ارغان هي مضاده للجراثيم، مضاد للبكتيريا، ومضاد للفطريات. إذا الناس اللي كيكونوا كياخذوا زيت أرغان فهي كترفع المناعة وكتكون من المواد المهمة. إذا مثلا الإنسان اللي كان عنده واحد النزلة ديال البرد ولا كان عنده واحد التعفنات في الداس ديالو، ففي التغذية يحاول أنه يعوض، إلا توفر أكيد إلا توفرت عنده المناسبة، أنه يعوض زيت الزيتون بزيت أرغان، فهي مضادة للجراثيم ومضادة للطفيليات. وما غنساوش بأنها فيها تركيز مهم ديال المغنيسيوم وديال الزنك وديال البوتاسيوم، فهادو شنو هما؟ هادو هما الصحة العامة ديال الدماغ وديال القلب والشرايين. فهكي إلا شفنا زيت أرغان فهذا هو علاش زيت أرغان هي واحد الزيت سحرية، واحد الزيت اللي تسمى بذهب أصفر أو الذهب السائل الأصفر. فهنا كنستافدوا من المزايا ديالها، وهذا الشيء علاش زيت أرغان مهمة. علاش زيت أرغان المغربي؟ لأن التركيز ديال هاد المواد اللي هضرنا عليها كيوصل حتى ل 85.7% ديال هاد المكونات. أما مقارنة مع مثلا الأرغان اللي كيكون ديال الجارة ديالنا الجزائر مثلا، كيوصلوا هاد التركيز ديال المكونات ل 60%. أما في أمريكا اللاتينية فالتركيز ديال المكونات كيمشي حتى ما بين أو كيمشي ما بين 45% حتى 60% ديال التركيز. وهكا كيبقى المغرب هو نمبر 1، هو الرقم واحد في زيت أرغان وفي الجودة ديال الأرغان. غادي ناخذوا مكالماتكم مستمعينا، غادي ناخذوا مشاركتكم على رقم الاستوديو المباشر 05 22 77 24 24. ومعانا اليوم واحد التعاونية اللي غادي ان شاء الله دوز معنا، هاد التعاونية اللي كناخدو ممثلة عليها. كذلك بغيت نذكر برقم الاستوديو مفتوح لكم 05 22 77 24 24. وحنا يا غادي ناخدو تعاونية التضامن اللي معنا، ومعنا ايضا ممثلة عليها. سميرة اهلا بك. السلام عليكم. من الله مرحبا. عليكم السلام ورحمة الله يا سميرة. الله يحفظكم، شكرا على الاستضافة في هذا اليوم اللي كان اعتبره يوم عالمي لنا جميع، يعني واحد الشجرة اللي
اللي كنفتخروا بها جميع في المنطقه ديالنا يعني في المغرب كله بخصوص المنطقه ديالنا جيستيف. واللي كنتمنوا ان شاء الله لكل الجميع التوفيق في كل اللي كيشتغل في مجال الاركان انه ان شاء الله التوفيق. ونتمنوا ان شاء الله باش نوصلوه لواحد ديجا هو واصل لواحد البلاصه لواحد المرتبه اللي عاليه والحمد لله كنفتخروا بها جميع. نعم نتمنوا ان شاء الله التوفيق بالمزيد. سميره غادي نطلب منك تقدمي لنا التعاونيه ديالكم نتوما معنا منين بالضبط؟ معك سميرة السماهري مسيرة التعاونية النسوية الفلاحية التضامن الحاملة لامخكم اختيال ديالها في الضرب. ايه منين بلاصة انتوما في الضبط؟ احنا في اكادير. في اكادير التعاونية اليوم شحال كتشتغل فيها من سيدة؟ حاليا كتشتغل بها تقريبا 35 مرة 35 سيدة يعني التعاونية كانت بدأت بواحد 5 النساء وحاليا الحمد لله راه 35 مرة اللي كيشتغلوا في التعاونية. الاكتيفيتي الاختصاص ديال التعاونية هو الانتاج والتصدير ديال زيت الاركان مشتقاته وكاين حتى لي زويل فيجيتال ويعني المنتوجات الطبيعية كله كنخدموا عليهم. نعم الحمد لله. شنو المنتوجات اللي اليوم كتخدموا عليها؟ كتخدموا طبعا على استخلاص زيت اركان هي الاولى. هي الاولى يعني هي الاكتيفيتي ديال التعاونيه هي الاولى. ايه الاركان يعني كنهضروا على اركان فاش اركان كنهضروا على اركان تجميلي اركان ديال الاكل الاليمونتير كاين المشتقات ديال الاركان كلهم نقدروا نهضروا على شامبان كريم صابون يعني المنتجات كامل اللي كيتخلصوا من 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 الاركان. نعم اليوم التعاونيه ديالكم واش كتقدر هاد المنتوجات تسوقها محليا؟ نعم الحمد لله الحمد لله التعاونية كتوفر حاليا على شهادة ديال الانصا يعني للمعايير ديال اليونيسكي كاملة للعمل ديال هذا وكنتوفر على شهادة ديال الجي بي كذلك على شهادة ديال البيو الحمد لله اللي كنشتغلوا يعني كنصدروا سواء ناسيونال ولا انترناسيونال الحمد لله عندنا عملاء ديالنا على برا وحتى داخل المغرب. نعم كذلك بغيت نعرف واش من السهل مثلا تعاونية تولي كتصدر يعني كتبيع المنتجات ديالها في الخارج سميرة؟ هو في الأول ماشي من السهل يعني كيكون شوية صعوبة بالنسبة لما سهلاش يعني أولا باش تصدري خاص يعني عندك واحد تكون عندك واحد يونيتي حاملة لجميع المعايير ديال الإنتاج هي فاش كتبداو بشهادة ديال لونصا أولا. نعم. ثانيا يعني خاص تكون لي سيرتيفيكا بيو يعني أي واحد تواصل معك من الدول دابا برا يعني راه كيطلب لي سيرتيفيكا كيطلب المعايير ديال السلامة الصحية كلهم يكونوا كيطلب أي حاجة والحمد لله يعني الحمد لله دابا يعني تلوي بدينا شوية ديال هذا ولكن الحمد لله خطوة خطوة كلنا طحنا لهذه المرحلة هذه والحمد لله حنا دابا فخورين بالناس اللي كنتعاملوا معاهم وحتى الناس الحمد لله راضيين على التعامل ديالنا وهذا هو نتمنى ان شاء الله القدام مزيد ان شاء الله. الى سولتك اليوم هو اليوم العالمي لشجرة أركان ثم تعاونية اللي كيف سمعنا فيها أكثر من 30 امرأة كتشتغل اليوم شنو هي الحاجة اللي تبغي تصلح أو تغير أو تحسن في العمل ديالكم كتعاونية مختصة في بذور أركان وفي شجرة أركان؟ اليوم العالمي يعني واحد اليوم المغرب كنظنوا يعني المغرب اليوم ولا حتى الامم المتحده كيحتفلوا بواحد اليوم العالمي اللي هو 10 ماي شجره الاركان يعني هاد اليوم اللي كنعطى الشجره اللي كنعطى فوقها التراث الثقافي يعني غير مادي بشري يعني واحد التراث ثقافي اللي تسمح لاي واحد يعيش منه يعني اولا هاد الشجره هذه تعطات لأي واحد الموروث الثقافي لأي واحد يقدر يعيش منه ويكون عايش فيه والحمد لله بزاف ديال النساء يعني خصوصا المجال القروي اللي هذيك هي يعني هذيك هي اللي كتسمى المدخول ديالهم واخا حاليا يعني في ذاك الوقت ديال كورونا ما عرفناش خصني نهضر على هذا الموضوع ولا لا الوقت ديال كورونا كان فعلا واحد المشكل كبير بهذا الشيء كانت كورونا وكان المشكل اللي كان وقع في أركان يعني أركان راه واحد عام اللي تقريبا كل شيء وقف. نعم وقف بزاف ديال الناس وقفوا ونقدر نقول لك بزاف ديال التعاونيات تقريبا هبطوا الريزو ديالهم إيه مع ذلك أنه كان هو المدخول الأساسي ديال النساء
يعني كاين المرأة في المجال القروي اللي كتقري به وليداتها اللي كتصيفطهم للمدينة يقراو واللي تبارك الله دابا كاينين الناس اللي كنعرفوهم وصلوا وليداتهم لواحد المستوى عالي بارك الله. وبهذه الشجرة هذه هي السبب ديالهم كاملين يعني هي المدخول ديالهم. كتلقاي المرأة كتلقاي يقدر يكون رب أسرة خدمة ديالو بسيطة ولكن المرأة داك المدخول داكشي كيتعاونوا نعم الوليدات وكيوصلهم. نعم اكيد انه اليوم مئات الاسر اللي المدخول ديالها هو من العمل ومن الاشتغال على زيت اركان وعلى شجره اركان. هذا هو المصدر يعني واحد المورد الثقافي اللي من حق الجميع ماشي من حق اي واحد اسميته من حق الجميع. نعم. اي واحد حقه يعيش منه وخصوصا المراه القرويه. انا اللي كنشوف دابا المراه القرويه باقي خاصها الحق ديالها في هذه الشجره هذه باقي ما وصلتش فعلا للحق. اذا سميره انت كتحكي لنا يعني بقلب مفتوح على هذا المشكل اللي عشتوا منه هذه الازمه بسبب الجائحه وفعلا اللي تضرروا منها اقتصاديا واجتماعيا فئات وشرائح كبيره من المغاربه. اليوم الى قلنا تقريبا على انه الجائحه راها ورا ظهرنا ونتمنوا انه ما تعاودش تجي شي موجه ولا ما تعاودش تجي طبعا شي ما يكونش التصعيد ديال كوفيد انه نودعوه صافي نخليوا داك الشيء بعيد. اليوم واش استرجعتوا شويه من الحركه ولا من النشاط الاقتصادي ديالكم من الحركه التجاريه ديالكم؟ لا ضروري تبقى واحد يعني مادام عندك واحد اي مرحله كندوزوا فيها ما نقدروا نهضوا. يعني احنا كنعتبروا مثلا التعاونيه اي فوا كتكون التعاونيه كتعتبريها مثلا بحال واحد الوليد ديالك اللي تزاد عندك مثلا تماما. خاص تشوفي احنا عندنا التربيه مثلا من شويه كيبدا شويه كديري بديتي سميتو كتشوفي كيديروا ديك الخطوات الاولى هذا هو انا اللي كنشوف هذيك التعاونيه. يعني خاصنا اي حاجه ما نخلوش المرحله ديال مثلا يقدر يكون شي حاجه ولا هذا نخلو. لا دابا وقولي لي بصراحه يعني وبصدق وبشكل مباشر واش دابا رجع شويه الرواج واش عاوتاني رجعتوا شويه الحركه؟ الحمد لله نقدر نقول لك الحمد لله يعني ما نقدرش نقولوا 100% من 50% الحمد لله 70% هكا الحمد لله. شكون هما الناس اللي كتخدموا معاهم اكثر؟ واش كتخدموا مثلا مع السائح والمستهلك المحلي المغربي ولا كتخدموا اكثر مع السياح الاجانب؟ تقريبا كنخدموا مع المستهلك المغربي. كاين عندنا المستهلك المغربي. شحال تقريبا النسبه ديال يعني في الناس اللي كيشريو من عندكم منتوجات؟ تقريبا نقدر نقول لك 50% تقريبا. 50% مغربي محلي و 50% اجنبي. بزاف عندنا ليكسبور. نعم. نعم. اللي بغى يتواصل مع التعاونيه ديالكم ويكتشف المنتجات ديالكم سميره كاينه باج فيسبوك كاين الانستغرام كاين وشنو سميتهم؟ عطينا الاسم ديال الجمعيه باش الناس يجيو. انا كنوجه دعوه للناس يدخلوا ويكتشفوا هذه التعاونيه ديالكم باكادير. شنو الاسم نعاودوا نذكروا؟ كاين الانستغرام كاين سوس دروب لا مارك كوميرسيال ديال لاكوبيراتيف. نعم. واخا حنا ما عندناش الحق نذكروا ماركه تجاريه ولكن حنا كنعملوها من باب التضامن والمساعده والدعم العمل التعاونيات. اييه الله يحفظكم. وكاينه لاباج ديالنا اللي حتى هي صدرت. نعم نعم. وسلمي لي على النساء عضوات التعاونيه سلام كبير. دكتور عماد شنو تقول لهم كلمه اخيره قبل ما نديروا فاصل؟ فنعم فبدا كنشجعهم كنشجع التعاونيات النسائيه وكنقول لهم كذلك هذا رساله لجميع التعاونيات. دابا راه كاينين برامج ديال دي فورماسيون وتكوينات اللي كديرهم مكتب تنميه التعاون وكيديرهم كذلك القسم ديال المديريات يعني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التابعه للوزاره ديال يعني ديال السياحه وديال الصناعه التقليديه. فهما مهمين جدا لهم لان المشكل دابا اللي تطرح ولقينا فيه مشكل في واحد الدراسه اللي هو التسويق طريقه تسويق المنتوج المغربي من التعاونيات. نعم. فهما كيتعطاو واحد الدورات اللي تحاولوا تستافدوا منها كل واحد على حسب الجهه ديالو على حسب المنطقه ديالو يمشي يسول في هذه المكاتب ويستافد من التكوينات. راه مهمه جدا التسويق وكنطمئنهم لان ما يخافوش لان اركان مره في عامين كيعطي واحد المنتوج واحد الغله كبيره. اذا عام كيعطي مزيان ولكن ملي كتفوت حتى كدوز عامين عاد كيعطي واحد التركيز اكثر وان شاء الله نتمنى ان يكون التوفيق. وكنشكركم بزاف
لان طورته وحسنته من هذا المنتوج هذا، ولا الحمد لله كيدخل العالميه ولا كيشرف يعني تمغربيت ديالنا، والله يخلي لنا ايديداتكم. شكرا لك على هذه الكلمه المشجعه دكتور عماد، تحيه لك سميره ولكل النساء التعاونيات المختصه. احنا غادي نواصلوا دائما وناخذوا اسئلتكم. مرحبا بكم معنا على راديو اصوات من بعد الفاصل في حديث ومغزل. خذوا مكالماتكم واسئلتكم معنا. حليمه من ورزازات، اهلا بك حليمه. السلام عليكم اختي، لاباس عليك؟ عليكم السلام ورحمه الله، تحيه لكل الناس ديال ورزازات. شكرا بزاف. اخباركم؟ حنا كنحمقوا عليكم والردي ديالكم زوين، ونادي ميزاب عزيز علينا، انا كنقول ليه الاسطوره ديال المغرب. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. وانتم لقب رائع هذا اللي كتعطيه. الله يبارك فيك. والله العظيم اول مره كنشارك، انا تعجبني بزاف. مرحبا. كيعطينا نصائح وكنستافدوا منه بزاف، وشحال من حاجه كنكون كنبغي نديروها وكينصحنا، والحمد لله وعينا بزاف بزاف الحمد لله، وشكرا بزاف لكم. مرحبا بك، مرحبا، تحيه كبيره. وانت كنحسبك بحال اختنا، حيت كتقول لنا شي هضره كنحسوا بك كتبغي نساء العالم كلشي. كنقول بطل ما تقلقي، كنسمع صوتك تنفرح. الله يحفظك عليا والله العظيم. شهاده كنفتخر بها حليمه. وعزيز عليك اخونا وعزيز علينا، والاسطوره الاسطوره ديال المغرب. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك اختي. كلمه تعتز بها. الله يبارك فيك. الكلمات كنعتز بها، والله يدوم اخوه ان شاء الله، وهذا هو الهدف. انا كنقول من قلبي اسطوره، يعني اسطوره صافي. الله يبارك فيك، الله يبارك مرحبا فيك. مرحبا حليمه ورزازات، تحيه كبيره لكل من كيتابع راديو اصوات بها. وشنو السؤال ديالك على زيت ارقال اليوم؟ انا كبيت نشارك معكم حيت انا عقولتي كدير ارقال. اييه. كدير في دارها، كتجيب هذاك الزمان. اييه. اللي بغى شي حاجه كتبقى تطحنوا ليه، كتدي تطحنوا كتصبوا في الدار، وكيكون ريحته زوينه في الدار وتطلع زوين. هي اصلا بلادها في ارقال. والله يكثر خيرها، الله يكثر خيرها، كدير فيكم هذا الخير هذا. شنو سميت العجوزه ديالك؟ شنو سميت العجوزه؟ سميتها لالا فاطمه. لالا فاطمه كنسلموا عليها الصباح مباشره في حديث ومغزل. غير كتك تبارك الله عليها، هي ارقال ما تيفوتهاش، الا شتيها تبارك الله راه كبيره في العمر، ولكن تبارك الله ما عندهاش لا روماتيزم لا والو، ما شاء الله عليها وجهها مجبد تبارك الله، لانها ما كدير لا ماسكات لا والو لا طوبات الشمس لا والو، ولكن ما شاء الله عليها تبارك الله وصافي. اللهم بارك، اللهم بارك. وشوف ارقال، ارقال هو واحد المركز ديال هذه المواد كامله اللي هضرنا عليها. ارقال هاد الارقان اللي او شجره ارقان والمكونات ديال الارقان اللي هضرنا عليها، وهاد المكونات كامله هي اللي كتخلي هاد المساله هذه او الاستفاده من هاد المكون هذا. وكنلقاو حتى الناس ديال هاد المناطق هذه اللي او السكان ديال المناطق اللي كيكون فيهم ارقان كتعطي واحد او كيستافدوا من هاد القيمه ديال الارقان، وهاد الموروث الطبيعي المغربي، وهاد الكنز الذهبي اللي عندنا حنايا في بلادنا. وهاد المكونات هما اللي كتعاون، علاش؟ لان هاد المكونات شنو كدير؟ كتحافظ لينا على الشبابيه ديال الخلايا، كتحافظ لينا على المرونه ديال الخلايا، كتحافظ على الكولاجين، كتحافظ على التوازن ديال المناعه، كتحافظ على القلب، كتحافظ على الدماغ، المكونات، الانسجه. فالحمد لله هاد التركيبه كلها هي الاساس. واليوم ما غاديش نخرجوا بلاش، لان غادي نتقاسم معكم اربعه ديال الوصفات، وحده للشعر، البشره، الرموش والحواجب، وحول العين. فهذا باش نكونوا واحد الوصفات مكتمله للجمال، وغتشوفوا كيفاش غادي نديروا هذه الوصفات اللي غتكون بسيطه وغادي تستافدوا منها كاملين ان شاء الله. شكرا لك حليمه. ماشي مشكل، يلاه. سلمي لي عندنا فاطمه، تحيه كبيره لكم بوارزازات معنا من تمنار بسوس. فاطمه اهلا بك. عليكم السلام، بخير. اهلا اهلا. كي داير خويا عماد؟ بخير لاباس. الحمد لله. كي دايره تمنار؟ منطقه جميله جدا. الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. مرحبا اختي، شنو السؤال ديالك؟ سميت الاستاذ ارقان. اييه. ما عندنا ارقان موجود. تبارك الله. نصوبوا في الدار وسميتو، ولكن المشكل ما عرفت كيضرنا، ما عرفت علاش ما كناكلوش. كيفاش كيضرك؟ من اي ناحيه؟ شنو كيفاش كيضرك؟ انا ولا الزوج ديالو سميتو ملي كناكلو كيضرنا في المعده، ما عرفت المشكل علاش. واخا، كيفاش كديروا ليه دابا؟ كيفاش كتستهلكوا؟ واش كتفطروا به في الصباح، ولا كديروا كطيبوا به، ولا قولي لي الطريقه كيفاش كتستعملوا، كيفاش كتستعملوا ارقان؟ كناكلوا ثالث مع الخبز هكا، كنغمسوا به في الصباح، ولا في النهار كاسكروت، ولا واخا اتي اللي كتصايبوا به، واش كديروا بالنعناع؟ لا كنديروا اتاي عادي. لا بلا نعناع.
لا لا ماشي كنديروش من هنا. شنو كديروا فيها؟ كيبقى هكاك ساك يعني ما فيه حتى شي حاجه حتى شي مكون؟ كندير اتاي هكاك مره كنديروا بلا شوب ولا بالشيبه بحال هكا. واخا قول لي ملي كتفطروا دابا كتشربوا الماء مباشره؟ بعد المره دي ما ضروري ديما كنشربوا الماء. ياكي وشوف دابا داك الماء حاولي تخليه واحد نص ساعه مورا الفطور، ما تاخديش ما تخلطيش الماء مع اركان منين تفطروا به. صافي ولا بغيتي تزيدوا تستافدوا منه فملي تصايبوا داك الطاجين ديالكم، داك الطاجين يعني اللي كيتصايب وكيكون عندكم دائما في المائده اللي هو واحد الميزه خاصه ديال هذه المناطق، فخلي ديك المعلقه كبيره ديال زيت ارغان تبقى هي الاخرانيه في الاخر وديريها فوق منه وان شاء الله ما غاديش يبقى يعطيك هذا المشكل هذا، ما يبقاش يعطيك هذه الحموضه. خلاص صافي. مرحبا مرحبا يلا تقاسموا. زيت ارغان واش مزيان للبشره الحساسه؟ نعم يصلح البشره الحساسه، غير الا كانت البشره سمراء فمن الاحسن اننا كنديروه في الليل والصباح مباشره كنوصلوه، اما الا كانت البشره ما فيهاش بقع وكتكون بشره بيضاء فيمكن يمكن له يدار حتى في النهار ماشي مشكل. ما عندوش مشكل مع الشمس؟ لا ما عندوش مشكل الا كانت البشره بيضاء، الا كانت سمراء او بشره اللي كيكون فيها البقع فمن الاحسن نديروها في الليل، يعني الدهنه ولا من الاحسن يتدهن في الليل كاسيرون والصباح نغسلوه مباشره. زيت ارغان الا تعرض لاشعه الشمس كان في البشره كيغمق البشره، كيكون فوتو سونسيبل ولكن البشره اللي كتكون بيضاء ما كياثرش عليها بحال البشره اللي كتكون سمراء او كتكون فيها هذه البقع، يعني هنا كترفع داك التركيز ديالو، ما الا كانت بيضاء فكيعطي واحد اللون جميل في البشره. نعم تحيه لك فاطمه. ناخذ الان صباح من فاس، حنا دائما جميع مباشره على راديو اصوات ونمشكم حديث ومغزل. حديثنا اليوم على زيت ارغان الا كنتوا عاد التحقتوا بنا بمناسبه اليوم العالمي لشجره ارغان اللي خلقته هيئه الامم المتحده في مارس 2021 واللي غنبداو نخلدوه كل 10 مي، فمرحبا بكم دائما على راديو اصوات صباح. لا السلام صباح عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لا الاصل الطيب الله يطول عمرك ويخليك الصحه ويخلي اختكم علينا انت ولا الدكتور عماد، الله يجازيكم بكل خير بارك الله فيكم. بغيت نسول الاستاذ الدكتور عماد الله يجازيك بخير على نعم استاذ الله يجازيك بخير دكتور. عندي مرض روماتيز سبونديلارتريت يعني تصلب للفقار وكنعاني من الحرايق وداك الشيء في الفاشيه بزاف، واش زيت ارغان تقدر تفيدني يعني داك بشي حاجه كدلك او مساج يعني لبعض المفاصل ديالي؟ فشوف زيت ارغان نعم اختي صباح، فبعد نعم. الادويه ديالك خصك تبقاي مستمره فيهم ودخلي نعم. حاولي تدخلي زيت ارغان في التغذيه ديالك غتكون احسن غادي تستافدي منها، يعني غتاخدي جوج مع الكبار ديال زيت ارغان الا توفرت ولكن على الاقل معلقه كبيره في اليوم ياك وتاخديها يعني تفطري بها ديري مع شويه ديال الخبز وتاكليها مثلا، ومن الاحسن يكون عندك الخبز ديال الشعير لان الشعير مهم جدا في لوغيزول، والا تخلط مع المكونات اللي عندنا نتذكروا للاحماض الدهنيه غير مشبعه اللي هضرت عليها في الاول، فهذيك مهمه جدا للصحه ديال 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 الجسم، اذا فطري بها عادي غتاخديها مع شويه ديال الخبز ديال الشعير وداومي عليها دائما فوق قد المستطاع، فعلى الاقل بعدا واحد الشهير ومن بعد قد المستطاع الا قدرتي كل يعني كل نهار ما تقطعيهاش فغتكون احسن وغتستافدي اكثر من هاد الفائده ديالها كمضاد للالتهاب وان شاء الله الامور تكون بخير. الله يجازيك بخير دكتور عماد الله يطول عمرك. بغيت واحد السؤال الوالدة الا جات على خاطرك. مرحبا مرحبا الله يطول عمرك دكتور. واخا نتقاسموا معك. الله يخليك الصحيحة. هذا السيدة اللي كنت صيفطت لكم الوصفة ديال هذا الغاسول ديال فاس اللي نالت الاعجاب ديالكم انت ولالة سناء. نعم مرحبا. الطريقة ديال الغاسول. امرأة السيدة مسن عندها 93 عام. تبارك الله اللهم بارك. الله يخليك الصحيحة. راه تدعي معكم واحد الوصفة لحقاش عندها واحد الالتهاب في الجلد ديالها بزاف دوزنا لها يعني عندها ديرماتو بزاف ديال ديرماتو عندها اكزيما. المهم يعني جميع الدوايات اللي خرج لها وداك الشيء حتى حاجه ما فادت فيها يعني ديال واحد دوزون تقريبا عامين وحنا كنعانيو معاها ولا ثلاث سنين مازال ما كاينش النتيجه والو. لي كورتيكويد ثاني على الاشكال لي كريم هذا لي كريم ايدغاتونت كل شيء حتى حاجه. دابا كنعاني معاها وعندها واحد القشره في راسها بحال نقول لك بحال السميده هكا كتهبط لها معينا معاها دكتور الله يجعل ربي يطمعك. مرحبا. اذا بالنسبه للكزيما شنو الكزيما عندها في التاس ديالها وعندها القشره في الشعر ديالها ولا هذيك القشره هي اللي السبب ديالها الكزيما؟ هي باش نفهم السؤال. التحاليل درنا لها البيوبسي فهمتنا تحليله ان البيوبسي باللي اكزيما نعم فهمتي. دابا داتها كتبقى جالسه ما يمكنش تشوفها وهي جالسه ما كتحكش عندها التهابات في يديها بزاف حشك في
في تحت الاسفل ديال الباب ديالها عندها في جنابها كتحشي يديها تبقى تحك تحك الحوايج ديما الدم 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 هكا بالطبيعه يعني تنعانيو معها بزاف وهي عاود كتعاني اكثر مع المرض الله يجعلك بيت معك دكتور. انت اختي بالنسبه للشعر ديالها بالنسبه للشعر ديالها غادي تاخذوا لها معلقه كبيره ديال الحريقه الحرشه لاختي ومعلقه كبيره ديال البابونج. إذا البابونج والحريقة الحرشة فهادو غتكون مواد مضادة للحساسية ومواد اللي غادي تنقص لينا داك 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 الإفرازات ديال هادوك القشرات فغادي معلقة كبيرة الحريقة الحرشة والبابونج ياخذوهم هكاك عشوب ياخذوهم يابسين إذا معلقة كبيرة معلقة كبيرة ويطبخوهم في كاس كبير ديال الماء حتى يطبخو مزيان ويعقادو وتخلل بهم الميمة الشعر ديالها والجلدة ديال الشعر ديالها تخليه ليها ساعة وتغسلو ساعة فقط ساعة فقط وتغسلو يعني يديروه لها في راسها في الفروة الراس وداك الشيء نعم الشي. والشعر ويخليه ساعة يشقوا ليه يشقوش تشق الشعر ديال الميمة ديالها به وتخليه مدة ديال ساعة ويتغسل الحريقة الحرشة والبابون شنو غيدير غيكالمي غيهدم غيكالمي وغادي يحبس دوك الإفرازات وهو من المضادات الحساسية القوية بالنسبة للجسم ديالها نعم الجسم ديالها غادي تاخذ معلقة كبيرة ديال زيت الزعتر الزيت الطبيعية نعم ماشي الأساسية نعم معلقة كبيرة ديال زيت اليزير وغتاخدي لها خمسة ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي إذا نعاود معلقة كبيرة ديال زيت الزعتر معلقة كبيرة ديال زيت اليزير فيها لاغوماغين مهمة جدا لهاد المشاكل ديال الكزيما وخمسة ديال المعالق كبار ديال زبدة الكاريتي خلط هاد المكونات كاملين في حمام مريم تيتخلطو نخليهم يبردو وهكا كنحصلو على واحد الكريمة يقسم يذوبوا علاش كنديروا حمام مريم لان الكاريتي خصها تذوب خصها تولي سائل باش كتخلط مع الزيت ديال الزعتر والزيت ديال اليزير ونخليوها تبرد فاش كتبرد كتعطينا كريمه ديك الكريمه هي اللي غنوليو كندهنوا للميمه بها الدات كامله في البلايص كاع اللي عندنا فيهم هذا المشكل هذا ديال علاش كتصلح هذه الكريمه فهي مهدئه وهي مرطبه يعني وكذلك كتخلي لنا داك الماء كيرجع للبشره داك الماء اللي كيتفقد حيت دابا الماء كيخرج من البشره وما كيرجعش وهذيك الخلايا ما بقاش عندها داك ليفيكا واتشو يعني داك نعم. التاثير المطاطي ديال الخلايا ما كيبقاش وما كيبقاش فيها الماء وهذا الشيء اللي كيعطي هذا المشكل هذا ديال الكزيما ودعوه الشفاء للميمه صباح سلمي عليها بزاف من عندي ومن عند دكتور عماد تحيه كبيره لكم فاس غادي نمشيو الان للتونات معنا زينه اهلا بك السلام عليكم. عليكم السلام. كي داير اختي لاباس عليك؟ الحمد لله يا زينة. كي داير خويا عماد ونتمنى لاباس عليكم وعليكم الحمد لله بخير ملي كنسمع صوتكم اختي الله يبارك فيك مرحبا شنو السؤال ديالك؟ خويا زيت أرغان لاباس على الشعر مزيان؟ زيت أرغان مهمة جدا للشعر فمن أحسن السيرومات الطبيعية للشعر هو زيت أرغان غير هو إلا كانت أصلا الشعر ديال البشرة ديالو دهنية وفاتك القشرة بزاف ياك إوا هنا شوف والتساقطات عاوتاني كيطيح لي الشعر بزاف نعم واش إذا في هذه الحالة صلح لها زيت أرغان الشعر كيطيح والقشرة هذه سؤال مهم لأن سؤال والجواب يفيد كل السيدات اللي بحالك يا زينة نعم فشوف الزيت أي زيت طبيعي ملي كتكون طبيعية 100% واخا كدار الشعر الدهني ما كتأثرش عليه لأن شناهي زيت طبيعي 100% ملي كيتحط على الفروة ديال الراس ولا الشعر كيكون سريع الامتصاص صافي دونك كيدخل وكيتم داك الامتصاص ديالو وما كياثرش يعني واخا يكون الشعر دهني يمكننا نديرو زيت ارغان واخا من هنا نلقاو مناسبه اننا نديرو واحد الماسك بزيت ارغان وغيكون اول وصفه اللي هي وصفه للشعر فغادي تاخذوا معلقه كبيره ديال زيت ارغان غتزيدوا عليها معلقه كبيره ديال زيت نوار الشمس اللي غني بالفيتامين او زيت نوار الشمس يعني زيت المائده زيت المائده اللي كتكون ديال نوار الشمس اللي كيرفع لينا المفعول ديال زيت ارغان فزيت نوار الشمس ملي كنخلطوه معاه ديك لا فيتامين او كترفع لينا المفعول ديال زيت ارغان حتى ل 10 ديال المرات وغادي نزيدوا واحد المكون مهم جدا اللي هو عصير البرتقال معلقه كبيره ديال عصير البرتقال اذا هذا كمحفز إذن معلقة كبيرة ديال عصير البرتقال معلقة كبيرة ديال زيت نوار الشمس ومعلقة كبيرة ديال زيت أرغان كدهنوا بها هذا الخليط كدهنوا به جلدة شعركم وشعركم تخليه مدة ديال ساعة كما كنديروا أي وصفة للشعر كنخليه مدة ساعة وكنغسلوه وكنستعملوه جوج المرات في الأسبوع وكنداوموا عليه مدة ديال ثلاثة أشهر إذن هذا كيصلح للبشرة للشعر الدهني والشعر الجاف وهذا شنو هو مرمم للفروة ديال الرأس كيعاون المسام باش كتولي كتفرز الدهون بطريقه منتظمه كيخلي الجذور انها تستافد وتغذى من 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 المكونات ديال زيت ارغان والمكونات ديال نوار الشمس والدور ديال عصير البرتقال فهو كمضاد للاكسده يعني كنرفعوا من القوه ديال ان او من القوه ديال كمضاد للاكسده زيت ارغان كتولي كترفع القوه ديالها 10 ديال المرات وهكا منه كيولي منظف مقوي وكذلك كيرجع لنا النظاره واللمعان ديال الشعر ديالنا وان شاء الله الامور تكون بخير
ان شاء الله غادي ناخذوا الان مالكه من اسفي. اهلا بك مالكه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بقات لينا خمسه ديال الدقائق خصنا نسرعوا. اهلا بك مالكه. كدير اختي لبس عليك ديال الدكتور عماد والناس ديال اسفي. انا احترام مدين ليكم وهاد اصوات عرفتي مدينه زيها. الله يدوم بليا. خويا الدكتور خويا عماد عندي معدي مرض سكري وعندي زيت ارغان ديال الماكله وديال التجميل وما عمرني استعملتيها. ما ايوا ديال الماكله ديال الماكله خصك تبداي تاكليها من دابا. تاخذي واحد المعلقه كبيره في اليوم ودخليها في التغذيه ديالك. شوفي كيما بغيتي ديريها مع السلطه ديريها في الطبخ يعني تطيبي داك الاكل ديالك وديريها من الفوق. يعني من الاحسن تكون تبقى هكاك في الطبيعه ديالها خضراء بلا ما تسخنيها. خضراء يعني ولا فطرت بها مع الفطور مزيان من غتكون احسن باش تخليها تستافدي منها طيله اليوم. اما بالنسبه للتجميل فكيمكن لك انك تستعمليها في وصفات للتجميل. فهي مهمه جدا للبشره. فمثلا هنا غادي ناخذ وصفه، اعطينا وصفه للشعر نعطي وصفه للبشره. فغناخذ معلقه كبيره ديال زيت ارغان الجميل وغنزيدوا عليها بيض بيضه وغنزيدوا عليها معلقه صغيره ديال الصوجه مطحونه. دي معلقه صغيره ديال الصوجه مطحونه. الصوجه اللي كناخذوها من المعشابات كتكون يعني طريه ماشي محمص، طريه من الاحسن. فهي كتباع طريه ويمكننا نطحنوها. كناخذوا معلقه صغيره ديالها، راه كتكون في المعشابات كتباع الصوجه مطحونه، معلقه صغيره بيض بيضه ومعلقه كبيره ديال زيت ارغان ديال التجميل. خلطوا هذا الخليط كامل. كبيره زيت ارغان. نعم كنخلطوا هذا الخليط كامل وكنوضعوه كماسك على البشره والرقابه. كنخليوه مده ديال ثلث ساعه 20 دقيقه وكنغسلوه. شنو هو الفائده ديال هذا الماسك؟ توحيد اللون البشره، كيرجع النظاره ديال البشره ديالنا والبشره كتحسوا بها مرتاحه، كيعطينا واحد الراحه هائله للبشره ديالنا مورا ما كديروا هذا الماسك مباشره. معنيتو لمن تصلح هذه الوصفه؟ الناس اللي عندهم البشره شحبه، الناس اللي عندهم البشره فيها بقع وحساسه وما فيهاش وكاين يعني التلوين ما كيكونش منتظم، والبشره كذلك اللي كيكون فيها واحد العياء شديد، يعني البشره كتكون متعبه جدا وكتبان. فهذه وصفه هائله يعني في الاستعمال الاول كتبان النتيجه. زيت ارغان دكتور عماد معروفه بانها زيت فعاله في محاربه علامات الشيخوخه او التجاعيد في الوجه. واليوم كنعرفوا على انه كثير من النساء اللي كيظهروا عندهم تجاعيد اللي هي عباره على تعبيرات ملامح الوجه. نعم. يعني كتكون البنت او المراه مازال شابه وكيبداو يبانوا عندها التجاعيد. نعم. مثلا في الجبهه او على الحناك او حول العين. نعم. كيفاش نستعملوا زيت ارغان؟ واش هي فعلا فعاله في هذا الباب هذا وفي هذا الاتجاه؟ نعم فعاله جدا لهذه المساله هذه، وخاصه في المكونات اللي ذكرنا كاين لو توكوفيرول وكاين كذلك لي فينول. هذو جوج ديال المكونات مهمين جدا في الشبابيه ديال البشره. شبابيه البشره نزيدوا نذكروا ان الكولاجين هو اللي كيلعب واحد الدور مهم فيها. وشنو كيقوي لنا هذا الكولاجين؟ هذا هو الاستعمال ديال 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 زيت ارغان. نقدروا هنا نعطيو وصفه للتجاعيد، وصفه نعطيوها للتجاعيد ونعطيوها كذلك لمنطقه حول العين. فهذه الوصفه هذه باش تكون فائده ديالها كبيره، معلقه كبيره ديال زيت ارغان و10 نقيطات ديال الزيت الاساسي لشجره الشاي. اذا لاغبغ لوي ليسونسييل دو لاغبغ دو تي كيعطي واحد واحد القوه هائله للبشره كمضاد للتجاعيد، وكذلك منطقه حول العين فهو كيرممها يعني كامله. اي يعني مشاكل كيكون فيها ديرها السيده لهاله العينين. لهاله العينين وحتى البشره ديالها. لاش كتصلح؟ واش مثلا غير التجاعيد ولا مثلا انت السيدات اللي عندهم او البنات اللي عندهم انتفاخ تحت العين؟ نعم اللي عندهم مثلا الزروقيه او نعم الهالات السوداء اصلح؟ نعم فهي مرممه لهذيك البشره وغادي تصلح لهذ المشاكل ديال حول العين وكتصلح كذلك حتى للمشاكل ديال التجاعيد. فهي بحال غادي نقولوا واحد الوصفه شامله للعلاج ديال هذ المشاكل اللي كتكون في منطقه حول العين. نعاودوا نذكروا بهذه الوصفه. بالفعل وصفه بسيطه، معلقه كبيره ديال زيت ارغان وغنزيدوا عليها 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال شجره الشاي، راه متوفره بزاف فين ما مشيتوا غادي تلقاوها. وغنخلطوا هذا الخليط ونديروه كمساج بالليل حول العين وكذلك في البشره ديالنا في البلايص اللي عندنا فيهم هذا المشكل هذا ديال التجاعيد ونباتوا به. بالنسبه للسيدات اللي عندهم مشكل ديال التجاعيد مثلا على مستوى العنق، على مستوى ارتخاء او ترهل البشره، كيفاش يستعملوا زيت ارغان؟ فيستعملوا هذه الوصفه مهمه جدا، حتى هي ندهنوها في اي بلاصه في الجسم ديالنا عندنا فيها هذا المشكل التجاعيد. واللي زوين فيها انها ملي كتدهن
كتغي كتكون سريعه الامتصاص، وحتى ملي كنزيدوا لها زيت شجره الشاي ما كتبقاش كتاثر مع اشعه الشمس. اذا بحال قلنا كنرفعوا من داك المفعول ديالها في محاربه الشيخوخه السريعه، وكتعطينا واحد التاثير. يعني هذا الماسك ولا هذا العنايه بهذا الزيت خلطتي زيت اللي قلتي احسن نستعملوهم في الليل ولا ممكن نديروهم حتى في النهار؟ في الليل حنا دائما كنقولوا في الليل باش كنخليو الليل هو الراحه، ان الليل كيكون فيه الترميم ديال اي حاجه في الجسم ديالنا، وكنخليو الجسم ديالنا يستافد لان كيبقى مرتاح باش كيتركز غير في العلاج ديال هاد المشاكل. البنات والسيدات اللي عندهم مشكل المسام مفتوحه، يعني كان عندهم حب الشباب تتبقى البشره بحال فيها محفره بحال متقبه، واش زيت ارغان كتصلح؟ كتصلح بالفعل كتصلح، وهنا يمكننا نزيدوا مع زيت اللوز الحلو. اذا معلقه كبيره زيت ارغان زائد معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو، وكندهنوهم في هاد المناطق، فكترجع المرونه كترجع المرونة ديال المسام، وكتعاون كذلك حتى التوحيد ديال اللون ديال البشرة. قلتي قبيل على انه زيت ارغان هي السيروم من احسن السيرومات الطبيعية للشعر، واش تستعملها السيدة غير هكاك؟ يمكن لها تستعملها هكاك في لي طابغوت، يعني في الطريقة الخام ديالها، ماشي مشكلة انها تاخذها ودير شوية منها في الليل كسيروم في الليل وداوم عليها، فهي غادي تكون ان شاء الله. واش زيت ارغان اللي كتكون الاكل ممكن نستعملوها في التجميل ونضعوها على البشره ديال وجهنا؟ ما كاينش فرق بيناتهم، لان هذا هو الغايه وهذا اللي بينات الابحاث، ان المحمصه او غير محمصه فبجوج بهم كتكون عندهم فائده كبيره. كتبقى ديال التجميل على حسب النوع ديال البشره. كاين بشره اللي كتستحمل ديك لابريسيون فخوا، يعني داك التعصير بطريقه بارده، اللي هي ديال التجميل اللي كنسميوها ديال التجميل، وكاين البشره اللي كتستحمل اللي كتكون ارغان محمص. شنو هي احسن زيت ديال الارغان لاستعمال الوجه؟ اذا غناخذو ديال التجميل غادي تكون هي احسن وحده. لا شنو التجميل؟ شنو الفرق محمصه غير محمصه؟ طوغيفي نون طوغيفي؟ ديال التجميل هي اللي كيقولوا لها نون طوغيفي، يعني غير محمصه، اللي كتكون مضغوطه بالبروده، كتعصر هكذاك بالبروده. كيفاش نعرفوا على انه زيت ارغان طبيعيه خالصه ماشي مغشوشه؟ فالشاره ديال الوزاره ديال الفلاحه كاين واحد الشاره خاصه، والشاره ديال الجوده اللي هي دابا ولات شاره ديال الجوده المغربيه، راه هي معروفه وكيعرفوها جميع التعاونيات وجميع الناس اللي كيشتغلوا في هذه المجالات. شكرا لك كثير دكتور عماد على كل هذه النصائح وعلى هذه الافاده، شكرا لكم انتم على حسن المتابعه، ونتمنى انها كانت حصه ممتعه ومفيده معكم. طبعا حنايا دائما رهن الاشاره بمناسبه اليوم العالمي لشجره ارغان مره اخرى، كنحيي كل التعاونيات اللي كتشتغل في هذا الباب. كتلقاو الحصه ديالنا عبر الفيديوهات اللي غادي نبوستيهم على صفحه رسميه سناء زعيم اصوات على الفيسبوك، وايضا عبر لو لايف او لو ديريكت اللي غتلقاوه ان شاء الله في حسابي الرسمي على الانستغرام سناء الزعيم اوفيسيال. غدا انا في انتظاركم في حصه جديده مع العشرة.